واشنطن هي الأخرى تتابع تطورات في روسيا عن كثب، وإن كانت تصنفها هي الأخرى مسألة روسية داخلية، كما أكد على ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. بلينكين أكد مع هذا أن الأزمة الأخيرة في روسيا أظهرت تصدعا حقيقيا في سلطة بوتين، واستبعد المسؤول الأمريكي أن تكون الأمور أو الأزمة قد وصلت إلى فصلها الأخير. كما جدد بلينكين موقف الحلفاء الداعمين لأوكرانيا، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي تغيير في الوضع النووي للولايات المتحدة. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، إذن هذه آخر تصريحات ربما رسمية اللي جاءت على لسان بلينكين. قبل ذلك ربما كان لافت أن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أنه أيضا وفق تقديراتها كانت تتوقع هذا التمرد، وذلك قبل فترة وقبل أيام. ما مجمل إذن التطورات والمتابعة من الجانب الأمريكي من واشنطن لهذه الأزمة داخل روسيا؟ نعم، قال وزير الخارجية الأمريكية اليوم أنتوني بلينكين بأنه لا يتوقع أن الأحداث التي وقعت في روسيا سوف تكون هي الفصل الأخير. كذلك قال بأنه قبل ما يقارب سنة وأربعة شهور بدأ بوتين حربه على أوكرانيا وكان على أعتاب أوكرانيا، اليوم هو يدافع عن أعتاب موسكو، يقصد بذلك الأحداث التي قامت بها مجموعة فاغنر. إضافة إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي بأن ما حدث هو دليل على تصدع الإدارة الروسية وتصدع بوتين داخل روسيا وإدارته إلى المشهد الروسي. إضافة إلى ذلك أكد مجددا بأن السبب الحقيقي الذي أعلنه بوتين للحرب على أوكرانيا هو سبب غير صحيح، والدليل هي الأحداث التي وقعت، مستشهدا بهذه الأحداث وتصريح رئيس مجموعة فاغنر عندما قال بأن الحرب على أوكرانيا حاربنا نحن على الأراضي الأوكرانية عندما تم الأمر بذلك، وبعد ذلك تبين بأن هناك أهداف أخرى. إضافة إلى ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست في مساء أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بأن هناك عمل مسلح سوف تقوم به مجموعة فاغنر خلال الأيام المقبلة، لكن لم يكن لديها علم بهذه الخطة التي تريد المجموعة القيام بها. إضافة إلى ذلك قالت بأن الاستخبارات الأمريكية لم تكن تعلم بتوقيت هذا العمل المسلح، لكن أكدت كذلك بأن وزارة الدفاع الأمريكية قامت بتقديم إحاطة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن الإدارة الأمريكية فضلت الصمت على هذا الموضوع ولم تقم بتقديم أي معلومات سواء إلى الجانب الروسي أو الأوكراني أو أي حليف من حلفائها في الناتو وأوروبا. إضافة إلى ذلك قالت الصحيفة بأن هذا العمل أثار الذعر لدى الإدارة الأمريكية بخوفها على الترسانة النووية الموجودة على الأراضي الروسية، إضافة إلى احتمالية وقوع العديد من أعمال العنف تجاه المدنيين. شكرا لك مراسلنا إياد الجغبير من واشنطن.